بالمعلومات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى شركة البرهان لجهودها المتواصلة في توفير المعدات والإمكانيات المطلوبة لافتتاح هذا المصنع، كما أقدم الشكر الجزيل للقوات الأمنية من الجيش والشرطة الذين وفروا الكثير من فرص الأمن في هذه المنطقة التي كانت سابقا غير آمنة كما تعلمون. نحمد الله كثيرا على هذا الإنجاز، ونشكر الجميع لمشاركتهم إيانا في هذا المصنع الكبير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا أن يكون احتفالنا هذا في أيام عطرة تمثلت في أعياد مضت ومباهلة أقبلت، كما يسرنا أن يشاركنا في فرحنا هذا في إعادة تشغيل معمل إنتاج العواد الكونكريتية هذا الجمع الخير، ومما يزيد غبطتنا حضور معالي وزير النقل والضيوف الأعزاء من قواتنا المسلحة الباسلة. أيها الحفل الكريم، لقطاع النقل أهمية قصوى في تطور الشعوب والأمم، ويعتبر مقياساً لرقيها واكتمال بناها، فهو الحلقة الأساسية لإرساء البنى التحتية للتقدم الصناعي والزراعي ولتحفيز الاستثمار، فمن خلال امتداد شبكاته تتحفز مكامن التطور الصناعي والزراعي، وتمتد أذرع الاستثمار بكل أنواعه لتصل إلى أقصى بقعة من حدود وطننا الغالي. ومشروعنا هذا ركن أساسي في رفد وبناء هذا القطاع المهم، وهو بحق مفخرة فنية كبيرة، فبالإضافة إلى كونه أكبر معمل أنشئ في ثمانينيات القرن الماضي، لا يزال كذلك في منطقة الشرق الأوسط من حيث كمية الإنتاج، حيث تبلغ طاقته التصميمية 750 ألف عارضة سنويا، والطاقة المتاحة هي 500 ألف عارضة سنويا، وعلى مساحة قدرها 56 دونما، ويرتبط بشبكة خطوط السكك الوطنية، وتقع على تخومه الطرق السريعة، فإنه كذلك كان حقا حافزا كبيرا لاختبار القدرات الفنية العراقية التي أثبتت جدارة فائقة في التعامل بل وتطويع التكنولوجيا وفي رفض الأفكار الفنية للمصنع والمصمم. وقد بذلنا جهودا كبيرة حيث تم إعادة إعمار بعض المكان القديمة واستغناء عن حتى المكان الحديثة. سادة الحضور الكرام، ما كان لجمعنا الخير هذا أن ينعقد وأن يتم الاحتفال لو لم تكن هناك جهود كبيرة وتحديات كادت أن تؤدي بحياتنا وحياة بعض إخواننا في هذا المعمل في سبيل الحفاظ على هذا المنشأ الحيوي، عندما وقفنا بصلابة وعناد مستمدين قوتنا من الله سبحانه وتعالى أولاً، وبدعم من الخيرين وهم القلة القليلة من الأهل والمخلصين، ونخص بالذكر منهم الأخ الشهيد السعيد السيد بشير الجزائري الذي لم يول جهدا في الإجابة لكل مناشدة منا وعلى مدى فترة حتى استشهاده رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. عندما كانت موجات الإرهاب والمخربين والسراق تترافق على المعمل، والذي حاول البعض منهم رفع كافة مرفقات هذا المعمل بدعم كتب مزورة نحتفظ بنسخ منها، بعد أن استباحوا منشأة اليرموك العسكرية التي تقع على الطرف الآخر من الشارع المحاذي للمعمل، والتي لم يبقى منها غير أطلال أسيجة مبعثرة، وما دام رضى الله والحفاظ على الأمانة الملقاة على عاتقنا هو ديدننا، فلا يهمنا أن يتم أحد هذا وتجاوز بقصد أو بغير قصد. وكما تحملنا أذى تلك الحقبة، فقد نال المستثمر لهذا المعمل السيد الطير برهان الموسوي مدير مجموعة البرهان الاستثمارية حصته أيضا من تلك التحديات بعد توقيع عقد الاستثمار، وقد باشر رغم صعوبة الوضع في عام 2004 ودفع من أجل ذلك تضحيات كبيرة وخسائر متكررة، حتى قامت عصابة من القاعدة باختطاف أحد أفراد عائلته وأحد العاملين معه
عندما كانت تسرح وتمرح مستبيحة حرمة المنطقة، وجاءت خطة فرض القانون لتنهي تلك الفلول المندحرة بإذن الله تعالى بمساندة الغيارة والنشامة من أبنائنا وأبناء المنطقة. وفي الختام أن نعاهد الله أولا وشعبنا الكريم في بذل كل جهد طيب لما فيه منفعة الوطن والمواطن، ونبتهل إلى الباري عز وجل أن يوفقنا في جهدنا في تحقيق ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني معمل أبو غريب نشئ في بداية الثمانينات، لكنه معمل فقير وبدائي بسيط، وبعدها تعرض إلى النهب والسلب، أصبح فقط أرض من ناحية الدولة المحررة. وبعد 2003 حاولوا تشغيله في المستثمر بسبب الوضع الأمني، وبعدين أصبح هذا المعمل موقع لمعسكر الأمريكان. I can only say that I, from what I've seen so far at the factory, that it's the basics are in here to actually be a very, very successful factory, and to be able to provide the Iraqi railways with the railway sleepers that they need for the infrastructure improvements. Okay, thank you. Your rank, your nationality? My name is Roy Gibbons. I'm from South Africa, and I'm a British citizen. Living in South Africa, and I'm the installation engineer for a company called Railway Molds and Systems. Thank you very much. Mr. Christopher. Hello. Hello. I am Christopher from Indian Railways. I retired from Indian Railways as a design engineer and inspecting engineer. I have got 41 years of experience in concrete sleepers. In fact, I was associated with Indian Hume Pipe, who are doing the same work here earlier. And I was inspecting from the. Now I have come to help this factory in Iraq, in spite of all the this one, and I am very confident. Then it has already come on the streamline, and they will produce to the full capacity of the 2,800 sleepers per day. That will come to around at least 7 lakh sleepers of per this thing, 70 lakhs of sleepers per year. So that is the target, definitely they will achieve it. I am very confident, and the sleepers are coming out good. In spite of later initial difficulties, that bottlenecks will be sorted out. Thank you. Thank you. Your name again? I am Christopher from Indian Railways, working as production engineer just to set up the factory. Thank you very much. See you later. Thank you.